راس الحكومة كلها والله. شلونك يا حدو؟ الحمد لله نشكر الله. ما في تفضلوا؟ لا تفضلوا تفضل. خذ لنا طريق. خذوا طريق. نانو. بينسيو. خليكم هون. حبيب. يلا يلا. تفضل. خليكم هون. يلا يلا. وين هون؟ تفضل. عاد بحدو عود. ما بصير كرمال مقامكم سيدنا. ولك تضرب شو موجب عود. وانت ولا حدو؟ عود؟ لا فوت الابه جوا يلا. ايه يا بحدو شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. ليك يا بحدو انا بعرفك منيح، انت زلمي درويش وما في شي بالحال، وفكرت فيك كتير قبل ما اجي لعندك. وان شاء الله فكرت فيني بالخير. معلوم في شغلي اذا بتساويها يا بحدو امورك بدها تصير فوق الريح، فوق فوق فوق. يا ستار شلون يعني؟ ما فهمت. شو رأيك بخمسين ذهبي فرض ضربة يصيروا معك؟ قديش؟ 50 ذهبي طقة واحدة. لك يمكن الكبير ما معه ياهون. خمسة. وشلون بك تعطيني 50 ذهبي؟ واحدة 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 واحدة. لا هي بعرف لك تعطيني ياهون واحدة واحدة، بس شو بدي اعمل لحتى اخذ 50 ذهبي؟ ها انت عين. هلا رح اقول لك شو رح تعمل من شان يصير معك 50 ذهبي. بدك يعني اشتغل جاسوس؟ لك عليك يا بحدو. ابو نوزت البزاقه هون. ايه هي شغله محرزه تاخذ عليها 50 ذهبي. يعني لك شو بدي اعمل لحتى اخذ 50 ذهبي ابو نوزت؟ فتح مخك وخليك معي منيح. شو ها؟ مثل ما سمعت. سنة ابو نوزات بس فهمني، انا فهمي على قده يعني بصراحة. عيد لي. شبنا بحدو شبنا؟ عم قلك بس تحمى الطاسي، وانت بتعرف انه بدها تحمى، ونحن كمان بنعرف انه بدها تحمى. بدي اياك تقتل القبضاي. شلون بدي تقتل القبضاي؟ بتكون واقف معهم منهم بالحارة، واقف وراهم، وبس تحمل قصة تسلخ الضرب للقبضاي في ظهره، ولا من شاف ولا من دري، وبتحط القصة كلها بظهرنا، بتقول انه نحن اللي صوبنا من برات الحارة. ياه شبنا اذا صارت القصة رح يكون في معك 50 ذهبي. مو حرام هدول الخمسين ذهبي يروحوا عليك وعلى عيالك. بعدين منو هاد؟ لا دخيلك منو هذا القبضاي؟ شقفة زلمي لا راح ولا اجا. لا تشرد، خليك معي. انا هلا رح اتركك شوية، زينة قلبها خدها جيبها، واذا صارت يا اوحدو ال50 ذهبي رح يكونوا لك حلال زلال، واذا ما صاري اختك. ما لازم تضرب القصة كلها على بعضها، فهمت؟